لو اتكلمنا على المستوى الاجتماعي، في مبادرات تخص المرأة، لا للتحرش، لا للختان، لا للعنف ضد المرأة. هناك العديد والعديد من المبادرات الرئيسية اللي هدفها الحفاظ على المرأة والحفاظ على الفتاة من الصغر. مبادرة حياة كريمة التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية بتعادل التطور الاقتصادي اللي حصل والآثار الاقتصادية اللي حصلت لما مرينا بمشاكل بعد يناير، وهي بتعادل برامج الحماية الاجتماعية وبتراعي أهلنا في القرى. التأمين الصحي الشامل لقى استحسان من المواطنين، وبصراحة بقى كل الناس دلوقتي بقى عندها تأمين صحي شامل. الأول كان الناس اللي ما عندهاش تأمين كانوا بيتعبوا لما يروحوا مستشفيات، وكانت الموضوع مكلف بالنسبة للمواطنين. كمان بنتكلم عن المشروعات الاستزراع السمكي التي انشأت في شرق القناة. المشروعات اللي تمت الفترة اللي فاتت دي مشروعات يعني حاجة أسعدت الشعب كله بصراحة، يعني أو القرية بالتحديد. على أبسط مثال عندنا إحنا المدارس، عندنا إحنا كنا نروح مدارس مجاورة كانت الأطفال تتعرض للمخاطر. عندنا إحنا حاليا في مدرسة وفي مدرسة تانية تتبني، حاليا في مركز شباب البلد محروم من مراكز الشباب طول عمرها، يعني ما كانش مركز نروح للقرى ونلعب في الشارع وكان تحصل مشاكل. حاليا مركز الشباب دلوقتي بدأ الحمد لله الناس تمارس فيه أنشطة رياضية بشكل كويس. في مشروعات كثيرة عن الأمانة بتخدم القرية زي وحدة الصحة بتاع التأمين الصحي دي برضه، حتى مشروعات قوية على آخر. فالمواطن بدأ يحس براحة إنه في يعني إحساس الدولة بيه. الدولة أعلنت تصريحة وكان الرئيس صادق جدا مع الشعب، هنتعب وهتتعبوا معايا، ولكن النتيجة إحنا بنجنيها النهاردة هوت شبكة طرق على أعلى مستوى، على أعلى مستوى طريق بنها شبرا الزراعي اللي كنا بناخد فيه ساعتين وساعتين ونص، إذا وقف الطريق تعطل الطريق كامل لحد اسكندرية. لا النهاردة أنا عندي طريق شبرا بنها الحر، الطريق تلت ساعة بكون في شبرا مفيش مشاكل، طريق ما شاء الله على أعلى مستوى وأعلى وطبق المواصفات العالمية. كلمني عن مبادرة 100 مليون صحة، تكلمنا عن القضاء على فيروس سي، مصر بلا فيروس سي لأول مرة في تاريخها. لا الدولة في الفترة الأخيرة بتقوم بجهود جبارة. نشكر القيادة الحكيمة للدولة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيامه بمبادرة حياة كريمة اللي وفرت حياة كريمة للقرية، فيها عدد من الإنجازات التي قامت بها حياة كريمة هنا، منها قامت تطوير للوحدة المحلية للقرية وتطوير المكتب البريد للقرية، وأقامت مدرسة إعدادية عشان التسريب من التعليم بالنسبة للفتيات بتاعت القرية اللي ما كانتش متواجدة. أهم حاجتين بالنسبة لي يعني حصلوا في السنين اللي فاتت دي، إن وسائل المواصلات المترو الجديد والحاجات دي يعني فادت كتير جدا في توفير وقت، واحنا بقينا بنوصل يعني بوصل المكان اللي أنا عايزه في وقت أقل بكتير من قبل كده.